صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم سبعة لسنة 2022 بتعيينات في وزارة الداخلية جاء فيه المادة الأولى يعين في وزارة الداخلية كلا من الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب آل خليفة نائبا لرئي لرئيس العمليات السبرانية في المركز الوطني للأمن السبراني الشيخ خالد بن راشد بن عبد الله آل خليفة مديرا عاما للاداره العامه لتنفيذ الاحكام والعقوبات البديله الشيخ احمد بن عبد الله بن عبد الوهاب آل خليفه وكيلا مساعدا للجنسيه والجوازات والاقامه